اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري والفريق احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات. وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للانتاج الزراعي واستصلاح الاراضي في الدلتا الجديده في اطار استراتيجيه الدوله لزياده رقعه الاراضي الزراعيه من المساحه الكليه للجمهوريه حيث اطلع سيادته في هذا الصدد على جهود تطوير البنيه الاساسيه اللازمه وتوفير الالات والمعدات من وسائل الري الحديثه ومحطات المياه والميكنه الزراعيه واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنيه لاستكمال العناصر والمكونات الخاصه بهذا المشروع مع مواصله استخدام نظم الري الحديثه في اطار سياسه الدوله بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءه ادارتها سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود باضافه مساحات جديده من الرقعه الزراعيه لمصر بما يسهم في صون وتنميه الموارد الاقتصاديه الزراعيه وتحقيق الامن الغذائي وتقليل فجوه الاستيراد فضلا عن اقامه مجتمعات عمرانيه وزراعيه وصناعيه جديده تسهم في استيعاب الزياده السكانيه وفي اضافه المزيد من فرص العمل وزياده الدخل للمواطنين